صفقة كهربا اتجاه قوي جدا جدا في الاهلي لحسمها في يناير، يكمل معاك افريقيا وينسجم مع الفرقة ويتألق ويبدع. وهو جاي بكرة عايزينك تقول يا ميلة بختك يا علي. حاضر يا ميلة بختك يا علي، يا ميلة بختك يا علي. حتى اف سي مصر ده الفريق اللي طالع من المظالم ما جابش نقطة لسه، تعادل مع أسوان وخسر بالثلاثة من الإنتاج وما سجلش ولا جول، يفوق على الزمالك. ده أنت فكرتني بنجوم المستقبل، ما لهمش إنجاز غير إن هم فازوا على الزمالك في الدوري. فالنهارده لسه هنشوف. أحمد فتحي ما جددش في الأهلي. أحمد فتحي عقده ينتهي بنهاية هذا الموسم. كان مجدد موسمين فقط. وفي الآخر أحمد فتحي لن يبيع تاريخه بالانتقال إلى نادي الزمالك. هيعمل المجد ده كله في النادي الاهلي وفي الاخر يروح. انا بقول لك الكلام في القعده بتاعت بالليل في الكافيه اللي في المهندسين، ما بتتنقل لنا بالنص، ومنها الكلام اللي اتنقل لي انه رصد مبلغ مالي خيالي للحصول على مكالماتي من شركه المحمول. هتلاقي فيها ايه؟ هتلاقيني بفرمك وبكلم عيالي هعمل ايه، وشغل صحفي هتلاقي فيها ايه؟ انت لسه عايش في ورق الخليه الارهابيه ولا خليه المخابرات؟ اصرف. عايزين نشوف الدولة المصرية وشركات المحمول بتسرب مكالمات العملاء ولا لا، وانا عارف الحدوتة وانت بتكلم فيها مع ناس واصلان، وبحذر شركات المحمول انها تعمل كده. عملت كده تعمل، انا واثق من نفسي بفضل الله، ما عنديش ما يشيني او يعيبني، بفضل الله. كلنا ذنوب ومعاصي وربنا الستار، ماشي، لكن انا عارف انا بعمل ايه وعارف بقول ايه. فبالتالي انت راصد مبلغ مالي كبير عشان تجيب المكالمات، هاتها وخلي حد من عديم الضمير في شركة المحمول يبيع لك المكالمات، بس هنعرف نجيب حقنا ازاي بفضل الله. بفضل يعني انت بطلت شغل السحر اللي بتعمله لنا، رايح تعمل اللي تجيب المكالمات، بطلت شغل الافك والافتراء علينا، رايح تقول هجيب المكالمات يا عم. المكالمات ادفع موال سايب، ما انت من بعد 2014 بقى معاك فلوس، بقى معاك مئات الملايين، وبقت الثروه دلوقتي تتعدى 2 مليار ونص انت وانجالك، كله عندنا وبالارقام ومن البنوك. بفضل الله. فبالنسبه بقى للنادي الاهلي النهارده، محمد محمود في التدريبه في فوقان روعه الروعه. فايلر ادى للاساسيين اللي لعبوا مباراه اسوان راحه 48 ساعه، لكنه شغال مع الفرقه على ثلاث عناصر: اهدار الفرص. لسه مكلم صديقي العزيز في المركز الاعلامي بتفرج على التمرين، فقال لي على التمرين في ايه؟ قال لي مركز على علاج اهدار الفرص، مركز على الوزن الزائد، نزل الوزن الزائد، مركز على الانضباط والالتزام، وقدم صالح جمعه كبش في ده. بالنسبه لمباراه القمه، فايلر بيفكر في مفاجات مدويه في مباراه القمه، حاجه مختلفه يعملها، بادئ يجربها مع البدلاء والمستبعدين امبارح والنهارده. بادئ يجرب حته فنيه، تركه فنيه كده ما يشوفوش فيها، لان البعض قال له ايه، اكيد هيجي لك المباراه الجايه يلعب بمصطفى محمد من الاول، وممكن يلعب بجنبيه شيكابالا لانه مهاري ويقدر ياخد ضربات جزاء ويقدر يمر او فاولات على ال 18 ويقلق لك الحته اللي ورا. كلام بقول لكم الكلام اللي اتقال لمستر فايل، يعني ماذا يمكن ان يفكر ميتش. فشغال هو على الشق الدفاعي ده ازاي يوقف الحته دي. ومحمد محمود رجع وعامل شغل كويس جدا، وإيلو ديانج عامل شغل كويس جدا، وعمرو السوليه هيغيب 10 ايام وهيرجع باذن الله باذن الله باذن الله. من المفاجات الثانيه ان كابتن محمود الخطيب بيتواصل باستمرار مع كابتن سيد عبد الحفيظ، وقال له انقل شكري وتقديري للجهاز الفني وللاعبين. يعني مش بس هو مش يروح يقعد معاهم، هيقعد معاهم قبل القمه بيوم ولا باثنين او قبل المباراه 48 ساعة بيسلم عليهم ويشد من أزلهم، لكن دلوقتي الفرقة ماشية كويس ما يروحش ياخد اللقطة. النجوم هم اللاعبين والجهاز الفني، لكن البعيد اليوماتي مداخلتين، مداخلة كروية ومداخلة شتيمة. واحد امبارح شافني بلعب طاولة مع أحد الأصدقاء أو صديقي الأستاذ وليد الحسين يعني، فقال لي أنت بتلعب طاولة ومرتضى عمال يشتم فيك، قلت له ماشي. كان زماننا ننزعج، كنا نقلق، كنا نقول ايه ده بيقول ايه ده؟ دلوقتي خدنا مناعة. المناعة عندنا بقت قوية.
افعل ما شئت ولا دخل. هتقول ايه اكتر من حشيش ونسوان وتخابر؟ قول اللي انت عاوز تقول، قول اللي انت عاوز تقول. ثقتنا في الله كبيرة، وفي ان ايامك معدودة كبيرة جدا جدا بفضل الله. بفضل الله ثقتنا في الله ويقيننا في الله لا يتزحزح ابدا بفضل الله. طيب في كلام بقى ان خلينا بقى نقول لي وليد سليمان ومحمد محمود. يعني المهم وليد ممكن يبقى من الناس المفاجأة في مباراة القيم، الراجل عمال يفكر في حاجات كويسة. هرد على اسئلة حضراتكم، دي اخبارنا على السريع، مش عاوز اطول عليكم. امبارح طبعا يا ميلت بختك يا عليا، احلى حاجات امبارح هترد الفعل على السوشيال ميديا. مش الناس شمتنا في الزمالك، الناس فرحانة في رئيس الزمالك وعيال، لانه بيشتم كل الناس وبيقل ادبه على كل الناس. فالناس ما لا تتمنى له الخير. كان دكتور كمال درويش بيكسب النادي الاهلي 3 دوري في 4 سنين والاسماعيلي بياخد الرابع، والعلاقات محترمه. ممدوح عباس نجح، راح له كابتن حسن حمدي ومجلس الاداره باركوله في نادي الزمالك، ثم بعدها كابتن حسن حمدي نجح هو ومجموعته. ممدوح عباس خد المجلس كله، حازم امام وصبري سراج وهاني العتال والدوبلير ده اللي اسمه جلال ومش عارف ايه وكل الناس، ورؤوف جاسر وكل الناس المحترمه راحوا حضروا وباركوا للكابتن حسن. فالعلاقات بين الانديه تقوم على الاحترام. لكن اجي اقول انا الاجهزه قالت لي ما ولا جاي من مكان سيادي وهو جاي من عند زي الشباب الرياضي وقالوا لي ما تشتمش، وانا مش هشتم ومش هقول كذا وكذا وكذا، ومعايا دي الشتيمه تاني. فالناس ترفض هذه البذاء، يعني اصبحنا نعير بهذه الشتائم. ومحمد اسماعيل مالك القناه خلاص بقت العيله عنده مش طايقاه، حتى احمد جمال ابن خالتك سايبه يتشد وبيتقال عليه ارهابي واخواني وامه وابوه واللي كذا واللي كذا. ففي غضب عائلي، انا بقول عارف بقول ايه، غضب عائلي من محمد اسماعيل نائب مجلس النواب في بولاء. ده الواد احمد جمال مش عارف يدي وشه للناس في بولاء، يقولوا ده هو ده ابن خالتك اللي انت كنت بتقول لنا اقفوا معاه ومش عارف ايه وكلام بالشكل ده، ده بيشتمك وبيقول عليك اخوانجي وجاسوس ومش عارف ايه وانك انت وانك انت، تشتم في قناه. فبالتالي اخبار سعد سمير، سعد سمير زي الفل وبيتمرن، محمد محمود بيتمرن، السولية هيلحق يلعب مباراه. الغياب 10 ايام يا استاذ احمد خالد، الغياب 10 ايام. النهارده 7 اكتوبر 17، ماتش 19 انا رايي ما يلحقش. وانت عندك عناصر ممتازه في الحته دي، ولا تقلق، لا تقلق على النادي الاهلي. ففكره ان محمد اسماعيل دلوقتي بيعمل حاجه بيدخل ما بينزلش الفيديوهات بتاعت الشتيم، طب ليه يا محمد انا اتفرج فين يعني؟ انا مش ممكن اتفرج لايف، والله ما عندي على الرسيفر، ما بتفرجش. فانت نزل الفيديوهات عشان نشوف، يعني ما ينفعش كده وتعمل مشاهدات وتاخد دولارات ونقدم بيها شكاوي في النقابه وفي النيابه والحوادث دي. ما ينفعش يا محمد، انت بتشتم ابن خالتك، جت علينا احنا ازاي شتمتنا يا راجل؟ حط شتمتنا على اليوتيوب عشان نشوفها. ما ينفعش الكلام ده، وعم بتشيلوا الشتايم بتاعت فاطمه سموره وصافي نار وعاوزين نسوان والحاجات دي، لغيت الفيديوهات ده بدا ينفع، ده ينفع، ده حتى عامله مشاهدات كويسه بتاع 3000 و4000. الراجل القفاع بيقول لك الفيديو بتاعي عامل 26 مليون. 26 مليون ايه؟ 26 مليون ايه؟ 26 مليون عفريت لما يركبوك. المهم ارد على سيد حضراتكم على السريع، تحياتي لك من الامارات العربيه المتحده، اهلا بيك محمد فتحي، اهلا بيك. صالح عقده هيخلص امتى؟ لا صالح لسه الموسم اللي جاي، بس هو الاهلي مش عاوز يجيب عقده ويمشي، وهو قايل لوكيله انه عاوز يروح اليونان او البرتغال، بس مربط مع الزمالك وعبد الله يخلص له كل حاجه، ما عندوش مشكله ان هو يروح. احمد الخضري مرشح لبرنامج الزمالك اليوم، احمد الخضري محترم ولن يعمل في برنامج الزمالك اليوم، خدوها مني. وكان يتحدث معي الكابتن عزمي المجاهي منتقدا بعض الشتائم والسباب واللعان، فبقول له احمد الخضري راجع الزمالك اليوم، قال لي احمد الخضري محترم وابن ناس محترمين ودخلنا بيته وكان من ايد والدته ربنا يرحمها ويغفر لها، قال لي كان، لكن التاني ده كلب ولا يسو، ما تزعلش نفسك يا معاطي وكلام بالشكل ده. قلت له يا كابتن انا مش زعلان والله، والله العظيم بتجيلي تليفونات من رموز عظيمه في نادي الزمالك، يعني تاج على راسي، تاج على راسي. فاحمد الخضري لن يعمل في برنامج الزمالك اليوم مهما كانت الاغراءات الماليه. وبالمناسبه دي بنقول له النهارده هابي بيرث داي مستر احمد الخضري، عيد ميلاد سعيد.
وميلاد سعيد وعمر مديد، وبتمنى لك كل خير وصحة وسعادة. خلي بالكو احنا كنا كده مجموعة بنلتقي كل ثلاثاء في احد المطاعم 3M، مع افغاني 3M في الدقي، وكان الشخص اللي بيشتم دلوقتي ده بيفتري علينا منهم. فلما حد يقول لنا عيش والملح هتقول له ايه؟ ما عندكش حاجة تقولها، ما عندكش حاجة تقولها. طب ما احنا عندنا حاجات كتير يا ابني نقولها، لكن احنا عندنا حاجة اسمها احترام امانة المجلس، ويعني بنسيب لها رجعة، لكن قلوبنا وعقولنا ترفضكم. افعلوا ما شئتم وسيبوا كما تشاء. من اللعيبة اللي راح المرتضى، اللعيبة اللي هو بيرسم على الاثنين دول، حسين الشحات وصالح بابا. احمد الخضري مضى خلاص، ما مضاش وما حصلش، وانا لسه متواصل معاه، ولن يعمل في وجود رئيس نادي الزمالك الحالي في هذا البرنامج. انا اللي بقول لك ما يطلع على الشاشه، بقى تعالى كلمني. اصل احنا يا ابني عيش وملح، ده راجل امين، ده راجل كان رئيس المنظومه الاعلاميه للزمالك، وكان حتى الناس لما تيجي تلاقيني قاعد معاه في ظل ما هو بيعمل، والاخر ده برضه اللي بيشتم كان يبقى موجود. مجموعه تانيه، محمد القوصي ومحمد شبانه وزملاء اصدقاء فضلاء يعني، كانوا يقولوا ايه ده انت والخضري جنب بعض، الراجل بيشتمك كذا كذا. اقول له العلاقه دي مالهاش علاقه، هو يشتم زي ما يشتم، وانا علاقتي بالخضري علاقه انسانيه، لا بكلمه في الزمالك ولا هو بيكلمني في اي خلاف. عموما محمد محمود متألق النهارده في التدريب، متألق النهارده في تدريب محمد محمود. سامح فلان، ان سامح ربنا، هو خاط فيا وافترى عليا بالاكاذيب، وطلع في البرنامج افترى عليا وقال عليا اكاذيب، الله يسامحه ويسهل. انا ايه عشان اسامح فلان ولا علان؟ احنا بشر، ربنا اللي بيسامح. يعتذر ما يعتذرش ده موضوع. دمتم في امان الله، سلام عليكم.